انت عندك الشيخ زايد دلوقتي او اكتوبر عموما، يعني في مول العرب، مول مصر اللي بيتعمل، بورتو، يعني في برضو حاجات كده استثماريه يعني هل هيبقى في تعارض، تنافس، بالعكس، زحمه؟ يعني لا لا لا، بقول لك برضو المنطقه والمحور، واصلا في مشكله في الطرق وفي ازمه في المرور، فانت كده خليني اقول لحضرتك يعني مثلا ما يخص النهارده غرب القاهره، احنا بنسميها دايما غرب القاهره الكبرى اللي هي الجيزه وربطها مع اكتوبر وزايد. احنا عندنا صحيح المحور دلوقتي، لكن عندنا محور كامل بيخلص في خلال سنه اللي هو محور رود الفرج. وهناك محور ثالث بنخطط له دلوقتي هيتعمل في الجنوب، بحيث يبقى امتداد لمحور صفة اللبن، يوصل برضو لطريق مصر اسكندريه الصحراوي، بحيث يبقى عندي ثلاث محاور ماشيين مع بعض بالتوازي، يربطوا ما بين المدن الجديده اللي هي 6 اكتوبر وزايد مع الجيزه ومع القاهره. مع دول، وده الاهم، المترو، ان المترو هيوصل ان شاء الله ل 6 اكتوبر. ده هيبقى حاجه مهمه جدا، لان ده خلاص بيربط بقى كوسيله نقل جماعي كبيره هتبقى موجوده. وخليني اقول لحضرتك احنا حاليا بنتفاوض مع 2 كونسورتيوم، واحد صيني وواحد كندي، على عمل مونوريل او ترام داخلي جوه 6 اكتوبر. فعلا؟ بالفعل، واصلين قاطعين عشان يخدم المشروعات دي كلها.